على الرغم من تحقيق المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن العديد من النجاحات خلال مسيرته السياسية، بدءا من منصب سيناتور ثم رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ وصولا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي السابق أوباما، إلا أن الجانب العائلي تعرض للكثير من الخسائر الموجعة، حيث شهدت العائلة الصغيرة لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حادثا مأساويا فقد على إثره زوجته وابنته، الاتنين فقدهم، لتستمر أوجاعه بفقدان ابنه الثاني بعد فترة متأثرا بمرض السرطان حسب موقع العربية. دي زوجته اللي فقدها في عز شبابه، وهنا فقد زوجته وبنته الرضيعة اللي هي شايلاها، هنا زوجته ومعاه ابنه بو وهانتر، فقد هانتر كمان، مآسي كتيرة قابلها في حياته، هنا صور نادرة ليه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك الله يرحمه، دي صور نادرة لأن هو كان نائب الرئيس الأمريكي أوباما، فكان طبعا من الطبيعي إن هو يقابل حسني مبارك في كثير من الأحيان، وهنا مراته الحالية مع سوزان مبارك، صور نادرة ليها مع سوزان وهنشوف أسرار عنها. حيث في عام 1972 لم يهنأ جو بايدن بفرحته بعد وصوله لمجلس الشيوخ في عمر ناهز 30 سنة، حيث وقعت الفاجعة إذ تعرضت زوجته الأولى وابنته إلى حادث سير ولقيتا مصرعهما. بعد مرور سنوات طويلة فقد المرشح الأمريكي ابنه هانتر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لكن في الوقت الحالي أصبحت حفيدات بايدن الأربعة هن مصدر سعادته الأولى في الحياة، اضطربت بينهم علاقة مقربة باتت حديث الوسائل الإعلامية. وفي الوقت الحالي تعد حياة بايدن العائلية محط اهتمام وأنظار وسائل الإعلام حول العالم، تزامنا مع تنافسه الشديد على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام دونالد ترامب. وعليكم معلومات عن زوجة جو بايدن الحالية، حيث تدعى جيل تريسي جاكوبيس بايدن وتبلغ من العمر 69 سنة، هو حوالي 77 سنة، وتزوجت من جو بايدن عام 1977، وكل لزواجهما بابنة وحيدة هي أشلي، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغيرين بو وهانتر عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة، وحصلت على الشهادة الأعلى وأصبحت أستاذة جامعية، وحصلت على درجة الدكتوراه في التعليم بعد دراستها في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاواير، وشغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار بو وهانتر عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة. دي أصبحت دلوقتي السيدة الأمريكية الأولى، هي زوجة جو بايدن الحالية 69 سنة، هو حوالي 77 سنة، ربنا يديهم الصحة. صور جميلة ليهم مع بعض، ما يبانش عليهم إنهم قربوا على 80. ومن ناحية أخرى لفتت واحدة من حفيدات الرئيس الأمريكي 46 جو بايدن الأنظار إليها بعلاقتها القوية مع جدها من جانب، وبمظهرها وجمالها الأخاذ من جانب آخر، وهنا نتحدث عن فينيجان بايدن رفيقة جو بايدن منذ سنوات. حفيدته الجميلة فينيجان هي ديت، تلاقيها دايما مرافقة لجدها جو بايدن في صور كتير، هنا فينيجان معاهم مع مراته الحالية.
جو بايدن له العديد من الأحفاد، أبرزهم هي بيني جين بايدن البالغة من العمر 20 سنة والتي ترافق جدها في عالم السياسة منذ عدة سنوات، تحديدا عندما كانت مراهقة في 15 من عمرها، لذلك تجمعها به علاقة قوية ومختلفة عن باقي أحفاده، حيث يحرص دوما على الظهور برفقتهم. الأضواء سلطت أكثر على فينيجان بايدن خلال الأيام الأخيرة ومع اقتراب ظهور نتيجة الانتخابات، وذلك عندما وقع خطأ خلال تقديمها أمام الحشد باعتبارها ابنة بو بايدن الابن الثاني للمرشح الديمقراطي في حين أنها ابنة هانتر بايدن. هانتر بايدن أيضا تصدر اسم وسائل الإعلام الأمريكية على الرغم من وفاته منذ عدة سنوات بمرض السرطان. دول أحفاد جو بايدن ومنهم فينيجان اللي عندها حوالي 20 سنة، شقراء جميلة. ودي هنا فينيجان اللي هي على يمين جو بايدن، ونعومي على الشمال، وهنا فينيجان مرافقة ليه كتير، وهنا أيام ما كان عندها 15 سنة هي اللي جنبه. من هي فينيجان بايدن؟ فينيجان بايدن تدرس في جامعة بنسلفانيا وتتمتع بشخصية قوية وجذابة للغاية، فهي تهتم بالموضة والأزياء كثيرا، ويعد اللون الزهري هو المفضل لديها، وتميل إلى اختيار الإطلالات المختلفة ذات الألوان القوية والمرحة والتي تعبر عن شخصيتها. أما عن أسرة بينيجان فلديها شقيقتان، الكبرى هي نعومي والتي تبلغ من العمر 26 سنة، أما الصغرى فهي مايسي والتي تبلغ من العمر 18 سنة. التواجد الكبير لفينيجان طرح الكثير من الأسئلة حول دورها في البيت الأبيض بعد فوز جدها جو بايدن في الانتخابات الأمريكية. دي فينيجان يا ترى هيبقى ليها دور؟ ودي هنا مع نعومي أختها الكبرى، وهنا مع جدها جو بايدن الرئيس الحالي لأمريكا. الجدير بالذكر أن جو بايدن هو سياسي محنك، كان قد حاول خوض الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، لكن مع بزوغ نجم باراك أوباما قرر الانسحاب لصالحه. جو بايدن أيضا هو أكبر رؤساء أمريكا سنا، حيث يبلغ من العمر 77 سنة. ومن ناحية أخرى هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات، وكتب نتنياهو على حسابه على تويتر الذي لا يزال يعرض صورة له مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، قال: تهانينا إلى جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، يا جو تربطنا أنا وأنت علاقة شخصية دافئة ممتدة منذ قرابة 40 سنة، وأعلم أنك صديق رائع لإسرائيل، وأتطلع للعمل معكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف: أتوجه بالشكر إليك يا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لدولة إسرائيل ولي شخصيا بالاعتراف بالقدس والجولان وبمجابهة إيران وباتفاقات السلام التاريخية وبالوصول بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى آفاق غير مسبوقة. ده جو بايدن وحياته وسيرته. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.